ولكن مشاهدينا خلينا نبدأ بأولى فقراتنا لليوم ونحكي عن مصطلح البي آر أو العلاقات العامة. هذا المصطلح اللي بنسمعه بشكل كتير كبير إن كان بالمؤسسات والشركات أو حتى على الصعيد الشخصي وعلاقاتنا مع الأشخاص يلي حوالينا. طبعا لنجاح أي مؤسسة أو شركة لابد أن يكون في فريق علاقات عامة خبير ومتخصص ومبدع لحتى يقدم الشركة بأفضل وأحسن صورة. صحيح هايدي، واليوم كتير بيتطلب منا انه نكون عم نخوض غمار العلاقات العامة وعم ندرسها لانه كتير رح تفيدنا ان كان على الصعيد العملي والمهني او على الصعيد الاجتماعي والشخصي بحياتنا. واكيد يلي بيدرسوا هاد الموضوع وبيتخصصوا باكاديمية خاصة للعلاقات العامة رح يخوضوا غمار كتير من الاستفسارات والاسرار ممكن انه يتعرفوا عليها، وراح يصيروا شاطرين بعلاقاتهم العامة إن كان على الصعيد الشخصي ولا المهني مثل ما حكينا. ولحتى نتعرف على تفاصيل أكثر اليوم معنا اختصاصية تنمية بشرية وعلاقات عامة الأستاذة فاتن نظام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. يعني حاولنا نعطي هيك تعريف مبسط عن العلاقات العامة، لكن اليوم حابين نحن والمشاهدين نتعرف من حضرتك أكثر، نحن شو بنقصد اليوم بالعلاقات العامة؟ أول شيء بتشكركم أنه عم تضوّوا على هذا الموضوع فيكي. العلاقات العامة خلينا نقول هي بكلمة بسيطة هي مقياس بين النجاح والفشل لأي مؤسسة لأي شركة لأي حتى منظمة، وقلتوا كمان حتى هي للأفراد، وبالفعل هي العلاقات العامة هي مقياس نجاحك إليك حتى بحياتك، هي عم بتكون الأساس بالأساسيات. بس المشكلة أنه اللي عم بتصير عندي الخطورة اللي هو عم بتصير أنه ممكن عم يعطوها أنه هي صفة من صفات سكرتارية، أنه هي لا بدها تجارب ولا بدها مهارات ولا بدها حتى علم، هي عبارة أنه هي مهارات سكرتارية وجه حلو خلينا نقول أنه صار بالعلاقات العامة. بس العلاقات العامة هي كتوصيف كتعريف أساسي هي قوة التواصل السليم، هي قوة فهم الهيكلية الإدارية، هو قوة اللي بنشتغل على نقول تشبيك والربط بين الهدف المؤسسة بين الآليات بين شو عنا نحن أولويات شو عنا قدرات وإمكانيات كل مع بعضها بيطلع كمزيج مع بعضه بيطلع شيء اسمه العلاقات العامة. حلو. لكن اليوم دكتورة اختلف كتير مفهوم العلاقات العامة، صار يدرس بأكاديمية وصار فيه له دبلوم، يعني قديه هو مهم وقديه بيعطي كل شخص اليوم مميزات خاصة فيه لحتى يشتغل بأي دائرة كانت أو حتى شركة خاصة. خلينا نتعرف على مفهوم العلاقات العامة كان على الصعيد الشخصي أو المهني. مثل ما تفضلتي كلمة دبلوم، هلا نحن اللي هلا التوجه اللي نحن دائما في عنا سي في اللي نحن مطلوب منا انه نحن نقدم هذا السي في كتأهيل علمي كمهارات، حقيقة المطلوب كثير هو يكون انا ضمن الدبلومات او المهارات يكون معي دبلوم علاقات عامة، لأنه هو بيحتوي على كثير مهارات داخله من اصول يمكن الاتيكيت البروتوكول الاجتماعات كيف انت بتقدر تسوقي لحالك، وكلمة التسويق وانا هون بدي شدد على كلمة التسويق، العلاقات العامة هي بس ما بتكون بس انه هي في عالم مثلا بتقول لك انه انا ندمج نحن مكتب التسويق مع المبيعات مع العلاقات العامه، هذا اكثر فشل بصراحه، لان العلاقات الى باب مختلف اللي هي بتشتغل على اسلوب المنافسين على اسلوب استقطاب العالم، شوف الجمهور انا المستهدف لا انا عم بشتغل عليه، فهون صار في عندي اهميه انه انا اعمل علاقات عامه كدبلوم اكتسب عده مهارات خلال دبلوم واحد انا بقدر اتفوق فيه وارفع من قيمه السي في تبعي سواء بالتوظيف سواء انا اخذ فرصتي بالطريقه السليمه، وحقيقه هو عم بيكون اكثر من باب بكلمه الدبلوم العلاقات. وهلا ب 28/1 نحن كان في عندنا تخريج طلاب بدبلوم العلاقات العامه، واللي فرق طلع عنه انه صار في عندي فريق اسمه بي ار ستارز اللي هو لهدول مجموعه الشباب والصبايا بيقدموا خدمات بالنسبه للتنظيم وبكل المقاييس للعلاقات العامه. اكيد رح نرجع نحكي عن اهميه هذا الدبلوم ونوضح اكثر تفاصيل عنه، ولكن خلينا نقول انه العلاقات العامه هي اليوم مهاره ان كان يكتسبها الشخص بحياته باي مرحله من عمره بتاثر على صعيده الشخصي او المهني. طيب انا اليوم هي المهاره كيف بقدر نميها عندي؟ هل في خطوات او اساليب معينه أنا لازم أتبع اليوم لحتى أكون ناجح بالعلاقات العامة؟ خلينا نقول إنه هي صارت حاجة. شوفي بس نقول نحن إنه هاي صارت حاجة معناتها هي ما لها كمالية، هي حاجة. 83% من الشخصيات الناجحة هي من تمتلك مهارتين،
مهارة التواصل والاتصال الفعال ومهارة بناء وكيفية العلاقات العامة. أنت بدك تكوني شخص ناجح، مو بس هي الفكرة قد أنت معك أرقام تليفونات، هي القوة التشبيك بين هدول الأرقام، قد أنت بتعرفي كل شخص فينا شو عنده قدرات وإمكانيات، كيف أنا بقدر هيدي أنا وياكي نشبك ونتواصل بالطريقة السليمة، اختيار المفردات، أنا بدي يكون في عندي صقل، يعني دائما في عنا مثلا عنا قدرات وإمكانيات كلياتنا، ولكن أنت كيف بدك تكتسبي المهارة؟ في شيء اسمه عندي ناس بتشبه هذا الموضوع. فإذا قلنا مثلا تسويق بدون علاقات، لا ما في، إعلام بدون علاقات كمان ما في، حتى رسم أنت استراتيجية كمان ما في. فأنت هذا الشخصية هو عبارة عن مهارات اللي أنت بدي نشتغل فيها. أول شيء أنا بدي أعرف شو أنواع العلاقات، اللي هو في عنا خلط كتير كبير ما بين شو علاقات عامة نحن فجأة بنقلبها لاجتماعي، فجأة بنقلبها لشخصية، هذا جدا مهم. أنا بالنسبة للشيء الفردي اللي عم بحكي نفس الوقت اللي هو أنا في عندي الصورة الذهنية الصحيحة للعلاقات، يعني مثلا شخص العلاقات العامة اللي هو نقول نحن بالعامية وجه البسطة، هو وجه البسطة بالنسبة لكل مؤسسة واجه. لأنه الواجهة، لأنه شو بيعمل، هو بيعطيكي القيمة، الطريقة، الأسلوب، الدبلوماسية، وبعدين هي ملكة بسزر. هي مثلا أنا تعرفت عليك هلأ، ممكن أنا أعمل البزنس أنا وياكي بعد 3 سنين، هي معناتها الشيء مخطط لها. حتى بالنسبة للصبايا والشباب اللي هن حابين يمتهنوا هاي العلاقات، معناتها هي بدها قوة شخصية، بدها ثقة بنفسه، بده حتى اختيار الأولويات، كيف أنا بدي أشتغل على طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده. تمام. دكتورة ذكرنا من شوية عن ذكرنا الدبلوم، وحضرتك مشرفة بالعلاقات العامة، يعني على دبلوم العلاقات العامة. اليوم يمكن أي شخص عم يسمعنا يقول أنه لسه بده دبلوم العلاقات العامة، وليش؟ إذا أنا مثلا عندي الأساسيات، عندي قوة الشخصية، عندي الأساسيات المطلوبة مني، دارسها شوي، عندي فكرة عامة أو شاطر فيها بدون صح. دراسة، خلينا نحكي عن أهمية الدبلوم. حلو كتير. هلا نحن عندك قوة شخصية بس ما عندك توجيه إلى هاي القوة الشخصية. في ناس مثلا بنقول شخصيته قوية بس هو ما عم يستثمرها بالطريقة الصحيحة. عندك كاريزما بس أنت ما بتستثمريها بالطريقة الصحيحة. عندك أسلوب التعاطي بالعلاقات كمان بس ما عندك أسلوب يمكن الفتح الحديث أو بناء العلاقات. فهذا كان هو عبارة من أهمية الدبلوم. إيه صار مهم الدبلوم؟ أول شيء هو ماله يوم أو يومين، هو 120 ساعة تدريبية على 9 محاور. كان في عنا شيء نظري وعملي خلال هذا الدبلوم. انطلب مشروع التخرج لأول مرة بسوريا أنه ما يكون هو برزنتيشن بيطلع كل واحد بطريقة فردية. الكل عملوا مشروع تخرج على الأرض، هن عملوا حفلة تخرج تبعهم من A to Z بكل التفاصيل، بالدعوات، بالتنظيم، بحتى أنه هن جابوا الرعاية. فهو صار في شيء اسمه أنه أنا عشت حالة العلاقات العامة وليس هي شيء نظري. فهون نحن طبقنا أي المهارات اللي أخذناهم خلال 120 ساعة على الأرض. فأنت صار في عندك رباط الجيش، شفنا مثلا الأسلوب التعاطي، كيف هن قدروا يعملوا تنظيم الوقت بالطريقة السليمة، كيف اختاروا الشخصيات اللي هي صار في عند الحوار، كيف جابوا الرعاية بالطريقة التشبيه. يعني الفكرة أنه أنا الناس تآمن بالفريق، هذا شغل كتير مهمة. وانت بتعرفوا هذا الوضع هلأ، الوضع والظروف الاقتصادية، أنه نحن فريق، انه نحن عنا مشروع تخرج، جابوا رعاية، جابوا سبونسرات، هذا الشيء اللي ضوى، حتى جابوا شخصيات بكل الاختصاصات. واللي وجهت الرسالة انه هن مثلا جابوا شخصيات ناجحة بالإعلام، ناجحة بالأمور الدبلوماسية البرة، ناس بالتجارة والقطاعات اللي نحن بنقول الحكومية. فنحن اشتغلنا انه معناتها العلاقات العامة هي مو لجانب، مو لموضوع معين، هي موجوده بكل المجالات. فهذا الشيء اللي اشتغل عليه. تمام. طيب اليوم كل شخص بده يمارس مهنه العلاقات العامه، هل هو لازم يكون ملم بكثير من المعارف، من الخبرات، لازم يكون يعرف باكثر من مجال ام لا، او ممكن يتخصص بمجال معين؟ خلينا نوضح اليوم في اقسام بالعلاقات العامه، في تخصصات، خلينا نوضح لهم. هلا نحن كلمه التخصصات، هلا كلمه العلاقات هي جزء من البزنس تماما، اللي هو هاي العلاقات العامه هو اختص علاقات عامة. ممكن تكون علاقات اللي بنقول احنا خارجية، ممكن علاقات داخلية، ممكن علاقات اللي هي إدارة الاجتماعات بالطريقة السليمة، ممكن هو كأنه إنشاء مؤتمرات وإيفنتات خاصة بالمؤسسة. بس هي كونه أنت الكبسة الأساسية
بالعلاقات العامة فمعناته هو داخلي وخارجي، اللي هو قديش هون عنده يمتلك، بده يكون مهارات أسلوب التعاطي، قديه بده يشتغل على مهارات التفاوض، لأنه أنت بتعرفي نحن بأي نحن من وقت ما بنفيق لوقت ما بنضل عم نتفاوض، صحيح. من أولادنا وبنطلع لبرا، فهي الفكرة قديه هو عنده قدرة على التفاوض، على امتلاك هي الملكات بالطريقة السليمة. فهو في اختصاصات يلي هو ممكن أنا مثلا أقول مكتب العلاقات العامة، وكل جانب من هدول الجوانب ممكن حدا ياخذ شيء داخلي شيء خارجي، أو هو عبارة عن شخص واحد اسمه مدير علاقات عامة وبيشتغل بكل المهارات. طيب خلينا نركز اليوم على أكثر المهارات المطلوبة عند الشركات أو بالمؤسسات العامة، إن كان يعني إذا فينا اليوم نساعد الأشخاص حتى يعرفوا شو على شو يركزوا بالضبط إذا بدهم يدرسوا دبلوم العلاقات العامة أو العلاقات العامة بشكل عام، على شو يركزوا أو على شو عم يتم التركيز أكثر شيء بالشركات، شو هي المهارات؟ هلا أول شيء إن إحنا عنا أهم شيء وأخطر شيء هي مهارات التواصل والاتصال، يلي هو في عندي كيفية التعامل مع الشخصيات. نحن عندنا فكرة أنه نحن التواصل هو عبارة أنه أنا بحكي الجملة وخصص السيرة، هي الاختيار لحتى المفردات اللي هو عبارة أنه أنا بدي اختار المفردات بالطريقة السليمة. في شيء اسمه استعداد نفسي، أنا ما بدي أعمل هلأ أنا عم بعمل مقابل مع حضرتك، في شيء اسمه استعداد نفسي، في جاهزية، لأنه أنا آخر شيء أنا وياكي بدنا نوقع الديل، يعني هي أنا لازم أعمل تذكير البيع. فهون أنت بدك يكون في عندك قوة حضور، قوة أنه أنا مليء بالشيء اللي أنا مقتنعة فيه. ما بصير أنا أكون ممثلة على للشركة أو المؤسسة بالعلاقات العامة وأنا ما مقتنعة بالشيء اللي هم عم ياخذوه، فلازم يكون في عندي انتماء عالي، لازم أنا أكون مشبعة بالشيء اللي أنا واثقة فيه. فهذا من المهارات اللي عم تنشغل عليها، بالإضافة لأسلوب التفاوض. التفاوض شو يعني؟ هو عبارة مكسب بمكسب. في شيء اسمه خدمة العملاء، اللي هي اللي عند العملاء، ما كل العملاء مرنة، ما كل العملاء لطيفة، ما كل... في عندك عملاء هي حقيقة تستفز فيها للآخر، ولكن ابتسامة تكون على الوجه، التعامل بالطريقة السليمة، هذا كلياته من المهارات اللي أنا لازم اكتسبها. إذا أنت هدول المهارات كلياتهم هي شيء فردي بصراحة، كمان أنت ممكن تاخديها حاجة بحياتنا اليومية، أنه أنا لازم أمتلك هدول القصص، لأن الفرصة أحيانا تجي مرة واحدة، صحيح. يلي هي أحيانا مثلا أنت بتكوني بمؤتمر بأي قصة بأي مكان، إذا ما كان عندك تعريفك الشخصي بالطريقة السليمة أنت صفر. أكيد. في شيء فرق ما بين التعريف الشخصي وما بين السي في، نحن عم بصير في عنا خلط، نحن بنفكر بدي اعرفك عن حالي بقول لك السي في تبعي، يا حبيبتي هذا ما بدي اياه. التعريف الشخصي اللي هو بقول لك اسمي وشو بعمل، لانه انا بدي اعمل صوره ذهنيه حقيقيه، يا بكسبك وانت حفظتيني او بتقولي لي باي باي ونسيتيني. تمام، اليوم حكينا يمكن كثير عن الصفات او المهارات اللي لازم تكون موجوده بالاشخاص اللي بدهم يمارسوا مهنه العلاقات العامه. عندنا سؤال، اللغه هل شرط تكون ضروريه موجوده اليوم انه الشخص يتقن اكثر من لغه لحتى يقدر يتواصل اليوم مع الجمهور، ام لا هي مو شرط اساسي؟ هلا شوفي، اللغه هي مفتاح كمان نجاح، يعني هلا صارت هي ضروره، هي مثلا اذا انت مثلا ما بتمتلكي، يعني في عندك مصطلحات ومفردات هي لازم تنحكى باللغه الانجليزيه. تماما. ولكن ما هي انه والله لازم انا اكون معي عده لغات، لانه هي في المهاره اللي هي انا بدي اعمل حضور. ممكن كثير اذا انا كان عندي لقاء مع مؤسسه هن يطلبوا انه نحن بدنا يكون في شخص معه لغه ثانيه، تماما، فما في مشكله. ولكن صار في عندي صار مو بال يعني بالسي في لازم يكون نكتب طلاقه باللغه الانجليزيه، لازم عن جد تكون هي في نوع من الطلاقه، لانه في مفردات. انا اللي عم بدي وجه هون كلمه، ما بصير انا بالاجتماع احكي كلمه عربي وكلمه انجليزي، ولكن اللي عم شدد عليه انه في مصطلحات لازم انا احكيها بالانجليزي، يعني هي تبع كلمه عربي كلمه انجليزي ابدا مو شطاره، وابدا هذا اسمه سوء بالاجتماع وضربت الاجتماع كله، لانه ممكن كثير العميل انا عم بتعامل معه ما عنده قوه باللغه الانجليزيه، صح. او انا تصير مثل نوع بين قوسين اتفهمنا عليه، فهذا عيب ومو عيب حقيقه، لانه انت بتصل انه باي بيعمل حتى حركات. العلاقات العامه هي روزه، هي اسلوب تعامل، هو الدبلوماسيه مع اتيكيت العلاقات، اللي انت بدك تكون الصوره الذهنيه الحلوه اللي انا ما بدي انساها، اللي انا ممكن كثير بعد شهر او شهرين بطريقه مخطط لها وبطريقه لطيفه انا اعمل البزنس معه. يعني هون ما في مهره بهايدي، بدنا نتعلم لغه فلازم نستخدمها بالطريقه الصح، يعني اذا حدا حكانا شيء كلمه انجلش لازم نعرف نرد عليها، ما هو هي هي
طيب اليوم يعني عم نحكي كمان حكينا كثير عن على الصعيد المهني او العملي، خلينا شوي ننتقل على الصعيد الشخصي. اليوم بالعلاقات العامه على الصعيد الشخصي، يعني كثير اشخاص ما بيتقنوا او بيقول لك انا بدي علاقات عامه على الصعيد الشخصي، شو بتفيدني بحياتي الاجتماعيه؟ ليش لحتى اروح ادرسها؟ كيف بدي انا استثمرها بعلاقاتي الاجتماعيه؟ تماما. هلا في كثير عالم هي اساسا ما مقتنع في انه علاقات عامه، يعني انت قبل ما يدخلها على حياتها ما مقتنع فيها. هي الفكرة هو اللي أنا ما قلت أول شيء، هو نجاحك أنت بتوسيع دائرتك. يعني نحن ثلاثة، إذا أنا تعرفت على صبية اليوم وتعرفت على رفيقتك، أنا عرفتك عن هي، فأنا شو عم بتقول وياك توسع. اثنين، الشيء الثاني اللي هو جدا مهم، نحن أحيانا ممكن كل حياتك أنت توقف لأن ممكن كلمة عن طريق العلاقات العامة تفتح لك باب رزق، باب شغل، باب يا ستي نصيب، هذا كله اسمه علاقات عامة. هي عم نقول على الشيء الشخصي، اللي هي الفكرة انه مثلا في عالم عندها ما عندها القدرة انه هي تحكي مع العالم، عندها خجل، عندها بتقول لك انا كيف بدي احكي، كيف بدي بلش حديثي. في عالم عندهم بخل بالكلام، بيكونوا بيعرفوا يحكوا وعندهم كم هائل المعلومات بس ما بيحكوا. هدول شوفي، هدول البخل هون صار امراض، هون صار في عندي، هون في عنده مشكله نفسيه، لانه نحن بطبيعتنا اجتماعيين، نحن كائن اجتماعي، خلقنا اجتماعي. فانا اذا بدي انا اخاف او هيك قصص، شوفي كل ما انت سكرتي كل ما انت قلت فرصك. دائما في شيء اسمه فيد واستفيد، هي هيك الحياه، اخذ وعطى. اما انا دائما بدي اخذ، فبلحظه من اللحظات بتقولي ليش بدي اعطيكي؟ تماما. وبنفس الوقت اللي هو عندي العطاء الزياده كمان ما بصير، هي في توازنات بالحياه. فالعلاقات العامه ما انت بدك تعملي تشبيك، هي عباره بزنس بالنهايه، يعني انا بدي اكسب وانت بدك تكسبي. اما مثلا انه انا مثلا انت بدك تفيديني وانا اعمل سكر او اكون بخيله، وفي مثل ما تفضلتي كثير مهمه، في ناس عندها بخل، والبخيل هو بكل شيء بخيل، مو بس بعلاقاته أكيد. حتى بكل شيء بخيل، بقول لك انه ليش تستفادي؟ هذا ما بعتقد انه لا بيعمل علاقات ولا بيعمل شيء ثاني، او ليش اعطيكي هي المعلومه؟ تمام. دكتوره بالختام خلينا هيك نعطي نصائح لكل اللي عم يتابعونا، كيف اليوم نحن بنطور مهاره العلاقات العامه لحتى ننجح فيها، بعيدا يمكن كل البعد عن الصعوبات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا. أول شيء بنصح كل شاب وصبية اللي هو مقبل على العمل، لأنه هلأ مطلوب كمطلوب بالأمور، خلينا نقول الشغل والعمل، أنه نحن يكون ضمن السي في تبعنا يكون في علاقات عامة، في موارد بشرية، في مهارات تفاوض، في مهارات التواصل، هذا كله هو بيساعدك على دخول العمل، لأنه نحن الشركات والمؤسسات هي عم بتكون مو بس أنت تأهيلك العلمي، أنا بدي أخذ الشخص جاهز بصراحة. صحيح. من الآخر. فنحن هذا اللي كونه هو كدبلوم علاقات عامة أو العلاقات العامة هي موجود فيها كل المهارات، فأنا بنصح فيها أنه حتى على ما بدك تستفيد فيها بالطريقة المهنية، بتستفيد فيها بالطريقة اللي هو بحياتك بأمورك الشخصية والحياتية. الشيء اللي هو مهم تغيير نمطية النظرة للعلاقات على أنها ليست سكرتارية، هي قوة الشخص الناجح، وهو مقياس النجاح والفشل. حلو. يمكن اليوم كلنا بنفتقر لمفهوم العلاقات العامة، على قد ايه بيعطينا ثقافة إن كان على مستوى الصداقة أو العلاقات الزوجية أو حتى على الصعيد العملي، فأكيد درسوا هذا الاختصاص كتير رح يفيدكم بحياتكم، وكتير مهم لكل الأشخاص يلي مقبلين على شغل أو على علاقة اجتماعية. شكرا كتير لك دكتورة فاتن نظام على كل النصائح. تسلمي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتينا. يسعدني صباحك.